السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة بيت شيف. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الناجتس. الناجتس من الحاجات المفيدة جدا وبيحبوها الأطفال والكبار، والنهاردة هنعملها بمكون يديه قيمة غذائية عالية جدا. قبل ما نتكلم عن المقادير وطريقة التحضير، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. في البداية المقادير الموجودة معنا: نص كيلو من الفراخ اوراق وصدور، وربع كيلو من البطاطس المهروسة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع كوباية بقسماط. التوابل الموجودة معنا: معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر. هنبتدي ان احنا نفرم المكونات في الكبة او المفرمة حسب المتوفر. طبعا الفراخ نقعناها في مية وخل وملح وليمون ودقيق عشان تشيل منها اي ريحة، وصفناها عشان ميبقاش فيها اي مية، وممكن ننشفها بمناديل كمان قبل الفرم عشان ميبقاش فيها اي سوائل خالص. هنا هحط جزء من المكونات لان الكبة صغيرة بالشكل ده. طبعا الفراخ لازم تكون اوراق وصدور عشان تبقى ناجحه، لو اوراق بس مش هتبقى حلوه، ولو صدور بس مش هتبقى حلوه برضو. البقسماط طبعا علشان التماسك، والسكر عشان لما تستوي يساعد في التسويه، والبيكنج باودر علشان تكون هشه واحنا بنقليها في الزيت. البابريكا هتديها لون جميل جدا، والبطاطس هتديها قيمة غذائية عالية جدا وتفيد الأطفال قوي. طبعا الناجتس بنستخدمها في سندوتشات المدرسة، في الرحلات، في النادي، وبتنفع في حاجات كتيرة جدا وسهلة وسريعة في التحضير، لأن هي بتتفرز في الفريزر لفترة من شهرين لثلاثة بس. أهم حاجة يكون بين كل قطعة والتانية كيس بلاستيك عشان ما تلزقش. هنا بعد ما فرمناها كلها هنحطها حوالي نص ساعة في الفريزر بس عشان ما تلزقش. هنحط تحتها كيس بلاستيك، كيس ثلاجة، بنفتحه ونحط جواه الفراخ ونفردها ونغطيها بالطبقة التانية ونحطها في الفريزر عشان تبقى متماسكة أثناء التشكيل. طبعا هي بتتشكل ممكن بأيدينا أو بنقطعها بالسكينة أو بقطاعات حسب المتوفر. بتتفرد بسمك حوالي 2 سنتي وتبقاش يعني تخينة قوي عشان تستوي بسهولة، لان لو سمكها كبير مش هتستوي بالشكل ده. انا قسمت الكمية على جزئين عشان يبقى السمك مش كبير. بعد كده هنعمل الكفر. الكفر عبارة عن نص كوباية من اللبن، هنحط عليه بيضتين وملح وفلفل اسود عشان نشيل ريحة البيض، ونضربهم كويس جدا. بعد كده الطبقة الجزء الثاني من الكفر هو الدقيق بس، والجزء الثالث بقسماط مطحون وكورن فليكس مطحون ومعلقتين كبار نشا ومعلقتين كبار من الدقيق وملح وفلفل اسود. وممكن كل الجزء ده نعوض عنه بالكورن فليكس بس عشان يطلع لونها اصفر قوي. نقلبهم كويس جدا الخليط ده في بعضه بالشكل ده. بعد كده هنطلع الناجتس من الفريزر ونبتدي ان احنا نشكلها مربعات او دوائر او حسب المتوفر. هنا انا هعملها مربعات، ممكن بايدي عادي وممكن اقطعها على شكل مربع. وهنبتدي ان احنا نحط عليها الكفر. اول حاجة الدقيق بس، بعد كده البيض، بعد كده الخليط اللي هو عبارة عن البقسماط والكورن فليكس والدقيق والنشا والملح والفلفل الاسود. طبعا النشا عشان التماسك والقرمشة وما يخليهاش تكش في التحمير.
بالشكل ده وبنشكلها لحد ما تكون معانا الكمية، نعمل الكمية كلها. ولما بنيجي نحمرها لازم تكون متجمدة، ما ينفعش ان هي تكون طرية بالشكل ده، وبين كل طبقة والتانية كيس بلاستيك عشان ما تلزقش. بعد كده نبتدي ان احنا نحمرها في الزيت، زي ما قلنا لازم تكون متجمدة والزيت سخن جدا. بعد كده بنهدي النار، بنزلها في زيت سخن وبعدين نهدي النار عليها، ما بتاخدش وقت على النار وبتستوي لان السمك مش كبير. لو الزيت بارد هتتشرب زيت كتير قوي وهتفك مننا وهتطلع طرية مش مقرمشة. فالحاجات دي اهم حاجة ان الزيت يكون سخن جدا. بالشكل ده على طول بنطلعها، وده الشكل النهائي معانا. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، وهستنى تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.